الظروف هذيكم سيدنا سيدنا الله ينصرو ما راضيش على هذه الظروف ولما كذلك قرروا توجيهات ديال سيدنا الله حنا غادي نتكلم فيها وزاره الانسان العمده ديالكم ولكن ماشي مهندسة محمدة. أمانة جات مع سيدنا. سيدنا هنا هو جمع الوزارة ديالو وعطى التوجيهات ديالو. سيدنا كيشوف هذا الشيء وما جاوبش جاوب وحنا كوزارة الإسكان غادي نجندو كامل نحكي عليكم حد يبني لكم داك الشيء ديال سيدنا هذه أمانة مع سيدنا. سيدنا قال لكم ما بغاش يعرفكم مرتين الناس ديال الاسكان فيها الخبراء نبداو نعطيكم طرف الطرف حتى تكملوا هذوك الاصلاحات ديال تحت التوجيهات صاحب الجلاله.